ليلة كبيرة جدا، أجواء مثالية جدا كما يقال. جو كورة اليوم، كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة. بقي على الفريقين أن يقدما أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس. وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. جماهير البيانكو سيليستي تحضر بقوة اليوم من أجل لاسيو في هذا الملعب الرائع الأولمبيكو ستاديوم. وتنطلق المباراة بالفعل. تلعب الكرة إلى الأمام. لوكاكو يلعب كرة على اليسار. أليكسيس سانشيز. سانشيز لمسة على اليسار. مارتينيز بإمكانه إبعاد الكرة. يبحث عن المهاجم. يا عيني على التمريرة، شوف الكرة وروعتها. إمكانية مرتدة الآن. في هذه اللقطة أكثر من ذلك، حارس المرمى بردة فعل غير عادية، بصدة غير عادية، بقبضة غير عادية. عدت الكرة. إيموبيلي يلعب كرة إلى الوراء، يلعب كرة بينية. لمسة. دفاع ينجح في إبعاد الكرة عن منطقة الخطر. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. الآن فرصتهم للمرتدة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. لوكاس ليفا. سافيج وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. لمسة بينية. الكرة ملعوبة إلى بيرسيتش. فيدال. فرصة هجوم معاكس. كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. أليكسيس سانشيز. سافيج كرة طولية إلى الأمام. مرت الكرة بشكل جميل. هدف لاتسيو بلا رقابة، وبالتأكيد في مثل هذا الموقف مستحيل أن يضيع الفرصة. تغيير كل شيء الآن، أصبحت النتيجة 1-0. روزوفيتش يحاول تمريرها من بين المدافعين. سقوط داخل ال 18. هل أنها ركلة جزاء؟ لاتسيو لديه فرصة للتسجيل. يصعب تحديد من يتفوق نفسيا بين الاثنين، بين منفذ الركلة وحارس المرمى. فرصة لا تضيع.
سافيج ويعود بالكرة إلى الوراء. مارتينيز، لوكاكو يلعبها على اليمين، لعبة أليكسيس سانشيز في أفضل مكان، لكن النهاية لم تكن ناجحة. لوكاس ليفا، سافيج، بروزوفيتش، الكرة ملعوبة من مسافة، إمكان أليكسيس سانشيز وكرة في اتجاه المرمى، جول. كانت اللمسة الأخيرة تدرس. نواصل المباراة وأصبحت النتيجة متعادلة. لوكاكو، مارتينيز، يمر يلعب كرة بينية. يا إلهي، جول. تسلل واضح في هذه اللقطة. صافرة الحكم تنطلق وتعلن نهاية الشوط الأول. تستأنف المباراة بقرار الحكم. شكرينيار يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع، يسيطر على الكرة، يلعبها لمنطقة الخطر. أندرياس بيريرا، كرة طويلة للأمام، أليكسيس سانشيز يأتي الآن. تألق غير عادي من الدفاع في مباراة اليوم، وأرضية قوية. الآن إمكانية المرتدة. إيموبيلي، قد تكون هذه فرصته. دي فراي، روزوفيتش، كرة إلى الأمام، يلعب كرة بينية طويلة ويلعبها عرضية. سافيج يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، ضغط قوي وينجح في استعادتها. فرصة خطيرة، أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، بيريزيتش، ترتد الكرة من العارضة، يلعبها لمنطقة الخطر. أندرياس بيريرا، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يبحث عن المهاجم، بيريزيتش، مارتينيز، قراءة ممتازة من الدفاع. أليكسيس سانشيز، لمسة بينية، أليكسيس سانشيز، ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى، عمل كبير جدا ولكن في الأخير لم ينجح في استغلال الكرة. تبديلات من الجانبين من أجل صناعة الفارق. الآن الكرة ملعوبة من مسافة، لوكاكو يتجه إلى المرمى، سافيج يحاول تمريرها من بين المدافعين، إيموبيلي، هدف لأتلتيو.
في المباراة بدون أي فلسفة أمام المرمى، يتمكن من التسجيل ولديهم تقدم بهدف وحيد. تشيرو إيموبيلي، سافيج، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، تلعب الكرة إلى الأمام. أليكسيس سانشيز يلعب قوية من لوكاكو، الكرة في المرمى، جول. المباراة أصبحت متعادلة بين الفريقين. جميل جدا أن تعود سريعا في المباراة، الرجع سريع، تظهر لك قوة وشخصية الفريق وردة فعل القوية. سافيج، روزوفيتش، لوكاكو، بيريزيتش، أليكسيس سانشيز، ومارتينيز، الكرة داخل الشباك. وهكذا تنجح عودتهم الكبيرة في المباراة. تساهلوا في الضغط عليه، تستحقوا العقاب منا. والآن تغيير سيتم مع توقف الكرة، والآن يتقدمون في النتيجة بفارق هدف. يفقد توازنه، يحتسب الحكم ركلة حرة. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، يحاول أن يلعب كرة بينية. هذه كرة، هل ينجح في التسجيل؟ يا لها من كرة، شوف اللقطة، ما هذه الكرة التي لم تكن في الحسبان؟ هدف عكسي يسبب الحرج بالتأكيد. لدينا تغيير جديد هنا، يا له من خطأ مؤسف جدا. رادو يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. سانشيز، كريستيان إريكسن، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. مارتينيز يلعب كرة على اليسار، يمر ويلعب كرة بينية، عرضي، مارتينيز يلعبها في المرمى، جول. انتهى كل شيء بهذا الهدف، مباراة انتهت تقريبا في هذه اللحظة. الفارق أصبح 3 أهداف. يا إلهي على هذا الأداء، على هذه الكرة، على المستوى اللي يقدموه في مباراة اليوم. الخصم تقريبا برا اللعبة اليوم، يحاول أن يلعب كرة بينية. يلعب كرة بينية، يطلق الحكم صافرة معلنة نهاية المباراة. هذا عندما يكون لك الفريق كجسد واحد، كمجموعة، عمل رائع من الكل. اللاعب يكمل آخر، والنتيجة التأهل بطريقة رائعة. هذا ما يحب أن يشاهده الجمهور بالتأكيد.